يلا تفضل. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم جميعا بندوتنا اليوم. انا تسنيه برداش زميلتكم للدفعه 54. اليوم حبينا نسلط الضوء على فكره العمليه القيصريه. العمليه القيصريه يا جماعه وصلت لارقام خياليه بالاونه الاخيره، تمام؟ فاليوم ان شاء الله رح نحكي عن كيفيه القيام بالعمليه القيصريه، شو هي استطباباتها وشو هي مضاعفاتها. بدايه رح نبدا بتعريف العمليه القيصريه. العمليه القيصريه بالتعريف هي عباره عن ولاده الجنين من خلال احداث عده شقوق جراحيه في جدار البطن وفي جدار الرحم. العمليه القيصريه تمام نقوم فيها من حال تعذر الولاده المهبليه، وكثير حالات ثانيه رح نحكي عنها بالفقرات القادمه. هلا العملية القيصرية وصلت لدرجة كبيرة من الأمان، تمام؟ لدرجة إنه كثرت نسبتها كثير، تمام؟ طبعاً هذا الأمان اللي وصلت له كان بسبب التطور العظيم يلي كان على مستوى تطور الصدادات الحيوية وتطور التخدير وتطور أيضاً نقل الدم. العملية القيصرية مثل ما حكينا وصلت لأرقام كثير كبيرة. فمنظمة الـ WHO منظمة الصحة العالمية حطت عدة توصيات، قالت إنه يجب أن لا تتجاوز نسبة العملية القيصرية 15-20%، ولكن مع الأسف الشديد العملية القيصرية وصلت لأرقام أكثر من هيك بكثير، وصلت لـ 30% بالولايات المتحدة الأمريكية ووصلت لـ 15% بالهند. طبعاً هدول الأرقام يا جماعة هي عبارة عن مجرد أرقام موجودة على المواقع، الأرقام على أرض الواقع أكثر من هيك بكثير. وفي سوريا في بلدنا الارقام يعني نحسن نقول شبه خياليه، حوالي 70%. العمليه القيصريه مثل اي اجراء جراحي اخر تتطلب عده تقنيات، اجراءات ما قبل الجراحه، اجراءات اثناء الجراحه، والاجراءات ما بعد الجراحه. بدايه رح نبدا بالاجراءات ما قبل الجراحه. رح نبدا بوقت الصيام. رح نطلب من المريضه ان تجينا بحاله صيام على الاقل قبل ساعتين من شرب السوائل وقبل 6 ساعات من الوجبة العادية. اجت المريضة تمام اوكي، بنطلب انه نركب لها خط وريدي من اجل تسريب السوائل الوريدية مثل اللايتيتد رينجر او محلول المحي. طبعا المحاليل والسيرومات المستخدمة كثيرة وبنسب مختلفة تختلف حسب حالة المريضة. الخطوة اللي بعدها هي تركيب القسطرة البولية. فعليا القسطرة البولية هي عبارة عن اجراء كثير هام. ليش؟ اول شيء بدايه المريضه بتكون مخدره، تمام؟ وبالتالي يعني ممكن يصير عندها اخراج بولي وهذا الشيء ممكن يلوث ساحه العمل. شغله ثانيه انه نحن نحسن نراقب كميه البول، نحسن نراقب لونه، هذا الشيء بيعطيني دلالات كثير بعد العمل الجراحي. الشغله الثالثه واللي هي الاهم انه المثاري الممتلئه ممكن تضغط على الرحم وتسبب لي عطاله رحم. طبعا هذا الشيء نحن بغنى عنه، لذلك دائما بنريد انه تكون المثاني يعني مفرغ بشكل كامل من البول. هلا في فكره هامه هي المعالجه الوقائيه بالصدادات الحيويه. هلا سابقا كانوا يعطوا المريضه صدادات حيويه قبل البدء بالعمل الجراحي. اعطاء المريضه الصدادات الحيويه بخفف من نسبه الانتانات اللي بتصير. طبعا هلا هذا الشيء مو صحيح، ليش؟ لاني هاي الصدادات ممكن تصل للجنين وتخترق الحاجز المشيني. لذلك عم نعطي المريضة الآن الصادات الحيوية مثل الجيل الأول من السيفالوسبورينات بعد إخراج الجنين، يعني بعد وقت الحمل السري بنطلب من طبيب التخدير إنه يبلش بإعطاء الصادات الحيوية. في دراسة بتقول إنه إعطاء الصادات الحيوية أو المعالجة الوقائية فيها يعني بتقلل من نسبة خطر الإصابة بالتهاب بطولة الرحم بنسبة 76%. ممكن نحن نطلب ايضا عدة تحاليل، ممكن نطلب سيروم، ممكن نطلب ملف تخثر للمريضة نشوف فيه البروثرومبين، زمن الثرومبوبلاستين الجزئي، مستويات الفيبرونوجين، ايضا نشوف زمن دم المريضة، ايضا ممكن نطلب صورة ايكو او نفحص بالايكو نشوف وضع الجنين نشوف وزنه. في دراسة بتقول انه صار في تنبؤ بالعملاقة عن طريق الايكو بنسبة 58 لـ 62%. هلا العملية يعني المريضة صارت جاهزة للعمل الجراحي، أول خطوة أساسية بنقوم فيها هي الأنستيجيا اللي يعني هي التخدير. التخدير يا جماعة له أنواع كثير، تخدير عام، تخدير فوق، تخدير فوق الجافية، تخدير النخاعي، والتخدير القطني. طبعا العملية القيصرية 99% من حالات العملية القيصرية هي تخدير قطني، حالات نادرة جدا نستعمل فيها التخدير العام.
يا ترى مين افضل، التخدير العام ولا التخدير القطني؟ نحن قلنا انه التخدير القطني هو المستخدم. طيب ليش برايكم؟ بدايه رح نحكي عده شغلات. اول شيء المريضه بتكون يعني شبه واعيه، قادره على انه تتواصل مع طبيبها المشرف، قادره ايضا على انه يعني جهاز الهضم عندها ممكن نحسن نقول متحكمه فيه، يعني حالات البلع اذا صار في عندها حالات غثيان واقياء تمام ممكن هي تتلافى هذا الامر بانه تدير راسها. غير المريضه المخدره بشكل عام هي بتكون غير قادره نهائيا. الشغله الثالثه بالتخدير القطني انه التخدير القطني قلل لي بنسبه خطوره التنبيب الرباطي وخطورات الاستنشاق اللي كانت تصير بالتخدير العام. هلا هاي دكتور حمدي، طبعا احنا رح نعرض فيديوهات، هاي الفيديوهات تم تصويرها بعمليه قيصريه احضرناها مع دكتور حمدي الله يعطيه العافيه يا رب، وحبينا نعرض لكم اياها اليوم. بدايه رح نبدا بفيديو التخدير القطني. مثل ما انا شايفين هون عمليه التعقيم بالبوفيجون، طبعا طبيب التخدير هون بلش بانشاء التعقيم، طريقه التعقيم بتكون من المركز للمحيط بشكل دائم مثل ما احنا شايفين. ميزه المواد المخدره يا جماعه انها ما بتخترق الحاجز المشيمي وما بتصل للجنين، لذلك هي امنه 100%. هي طريقه التعقيم، بعدها مسح المنطقه المراد ادخال الابريفيه، طبعا مثل ما بنعرف انه التخدير القطني بيكون بين الفقرات القطنيه الثالثه والرابعه. يتم طبعا هون طبيب التخدير حدد المنطقة مشان ادخال الابرة، بنلاحظ هون ادخال جاري مثل ما احنا شايفين مشان تقليل الابيات. نزل السائل النخاعي معناها نحن بالمنطقة الصحيحة. يتم بعدها حقن المادة المخدرة، المواد المخدرة كثيرة منذ اي مشتقات، ادخال المواد بشكل بسيط يعني بشكل ببطء. الشاشة. هلا الخطوة التالية خصنا من التخدير تمام، المريضة صارت مخدرة، الخطوة اللي تاليها هي سكين بريبريشن، تحضير الجلد. على الطبيب انه يشوف منطقة الجلد تمام، يتفحصها، ممكن اجراء حلاقة مباشرة قبل العمل الجراحي تمام، او يوز بعدين عملية التعقيم اللي هي بتكون بالفلوروهكسيدين. طبعا هي الفلوروهكسيدين برا، نحن عندنا بوفيجون بشكل اساسي. طبعا التعقيم هام كثير لانه بقلل من خطر الانتانات السطحيه والعميقه اللي عم تصير بالعمليه القيصريه. بلشنا بالعمل الجراحي، رح نشوف هون نحن عندنا نوعين من الشقوق، ميد لاين وشق فاينشتاين. الميد لاين ما بنستعمله، شق فاينشتاين هو اكثر الشقوق المستخدمه. يتم احداث الشقوق مثل ما احنا شايفين هون، بعدها يتم اختراق طبقات البطن بدءا من الجلد، التلفات السطحيه، لغمد العضله المستقيمه البطنيه، ابعاد العضله المستقيمه البطنيه، بعد البريتوار الجداري وصولا الى جدار الرحم واحداث شق فيه. مثل ما احنا شايفين هون احداث شق في جدار الرحم، ومن ثم توسيع شق الرحم تمام، واستخراج راس الجنين. استخراج راس الجنين له طريقه معينه، انه انا ادخل ايدي تحت راس الجنين بالرحم تمام، وادفع البطن بحيث يصير اخراج الجنين يعني شيء سهل. هو مو شيء سهل بس يعني انه تمام. هلا هون مثل ما لاحظ هون انه طريقه اخراج راس الجنين، هون اخراج المشينه، الخطوه يلي يلي بعدها هي استخراج الرحم للخارج، تنظيفه، استكشاف جوفه، ومن ثم تنظيف المنطقه حواليه، اخر شيء خياطات، خياطه بتكون بخيوط قابله للامتصاص تمام. هي صوره ثانيه بتوضح لي طريقه اخراج راس الجنين. طبعا الفيديو الاهم اليوم هو فيديو العمليه القيصريه مثل ما احنا شايفين هون. هلا بدايه الدكتور عم بيقول لنا هون انه احداث الشوك بيكون فور ارتفاق العين حوالي 2 سم. ما في صوت؟ هلا هي بعد ما فتحنا الجلد، هي فتحنا اللفات السطحيه، هلا عم نفتح غمد العضله المستقيمه، هي الطبقه البيضاء اللي شايفينها اللي مأشر عليها بالمشط هي لفات ستارباك اللي فتحناها هلا بالمشط، هي غمد العضله المستقيمه، بينت العضله المستقيمه تحت الغمد.
هلا رح نستخدم التبعيد اليدوي لنكشف العضلة، هي العضلة المستقيمة البطنية اللي شايفينها قدامكم. طبعا كمية الدم اللي عم تنزل هون أقل من الطبيعي على فكرة. هي عملية ناسفة. لا تعتبر العملية القيصرية نسفة الزيادة إلا إذا تجاوز النزف لتر. يعني إذا تحت اللتر عادي. ما كان في خروج دم كثير بالعملية. لا ما في عادي. هلا عم نفصل العضله المستقيمه عن الغمد، هلا رح نفتح البريتوان الجدار. لا رح نفتح العضله المستقيمه والبريتوان، صح؟ هي ثوابت لانه في عندها تريب، لذلك الطبقات كلها مندمجه مع بعض. هلا فتحنا البريتوان الجداري، عم نوسع الجرح، صرنا داخل البطن هلا. هي قصينا العضله وهذا البريتوان. هذا الرحم. وصلنا لجدار الرحم. هلا شوفوا شو طريقة استخدام الشرح بطريقة كثير بسيطة هيك وسطحية مشان ما نأذي رأس الجنين. توسيع الشق الرحمي. هذا رأس الجنين. انتبهوا على طريقة إخراج رأس الجنين، وضع اليد تحت الرأس ودفع البطن، مص مفرزات الجنين. طيب ربط الحبل السري، طبعا ما حبينا نسمعكم صرخته يعني صوته، بس مع الأسف ما في صوت. حدا يقلد لنا صوت ولا هون الدكتور عم بيورجيك طفلة، طبعا هي حالة عاطفية كثير هامة إنه الأم تشوف طفلة أكثر خروجه. هاي المشينة، هذا الوجه الجنين، وهذا الوجه الوالدي، وهي الأغشية. استخراج الرحم، تنظيفه مثل ما احنا شايفين. بلشنا بالخياطة، طبعا هون بلشت اسرع شوي الفيديو انا ولا بضيق الوقت. هي العملية القيصرية اخذت كلها على بعضها 9 دقائق و17 ثانية. هي معي بنتي بتاخذ، هي مع الدكتور حمدي يعني مع الايادي الماهرة. هي وسطيا 30 دقيقة، اللي برا وسطيا 30 دقيقة. هذا خيط امعاء القطط المنتصه المعامله بالكروم، كرومي كات كات. طبعا هي ما هي امعاء القطط، هي امعاء الخراب. عرفت شلون؟ هلا بطلت برا عم يشتغلوا بخيطان الفكرين، بس نحن لساتنا هيك كلاسيك شوي. طبعا خياطه مستمره مع قفل شلاليه، خياطه شلاليه مستمره مع قفل. كتلة؟ والله يا بنتي إذا بدك تستخدمي كتلة إذا تنسوا بزيادة. نحن عندنا النزف الأساسي من الرحم، تخسير مصلية الرحم يعني كشف الأوعية الموجودة في العضلية وهو خطأ جراحي لا يغتفر. ما حدا بيشتغل بالكتلة على رحم ولادي. نظيف المنطقة حول الرحم لأني صار في تسريب. من الرحم طبعا. عم نرجع البنى التشريحية. خلص. هذا الخيط الموف اللي عم خيط فيه هو الفكري. قابل للامتصاص كمان، بس خيط صنعي بيطول اكثر. هلا
طبعا الخياطة، خياطة الجلد بالعملية القيصرية هي الخياطة تحت الجلد، تمام؟ هي أفضل شيء من الناحية التجميلية، يعني معنا لا ليزر ولا شيء. ايوه سمحت لك كان في ليزر. في ناس مفكرين انه نحن نقوس فرد الليزر. اهم شيء واحد يسكر الغمدة المستقيمة هو اهم طبقة. لانه الطبقة اللي فيه مطاولة. كانوا الجراحين القدم يعني الجيل اللي علمنا كانوا كثير يقدروا هاي الطبقة ويحترموها ما يسلموها لمين من كان، لدرجة انا كنت سنة ثالثة وبشتغل قيصريات في ايدي كثير باختصاص، فاجا معلمي الله يرحمه قال فرحان عليك انك بشتغل، قال له خلوا حمدي يخيط الصفاق. انا طلعت في هيك انا صرت مشتغل قيصريات مش عم سلمني، هو بباله عم سلمني اهم شغله. الاجراء ما بعد العمليه القيصريه، تمام؟ اول شيء رح نراقب حاله المريضه في 15 دقيقه، نشوف نبضه ضغطه الى اخره، بعدين خروج المريضه لغرفتها الخاصه. بنطلب ممكن تسريب سوائل في حال ما حسنت الشرطه تشرب يعني سوائل مي، بس الشيء الاساسي انه هي تكثر من السوائل، تحاول تغذي حالها، تمام؟ هذا الشيء بيسرع من عمليه شفاء الجرح، تمام؟ هلا خروج المريضه ممكن نعطيها مسكنات ممكن لا، يعني حسب حاجه المريضه. خروج المريضه بيكون بحوالي اليوم الثاني للرابع، ممكن اقل ممكن اكثر حسب حاله المريضه. لهون بكون اصدقائي خلصنا.